FM. الكلمة ليك. أنا من بين الذين من البداية بالكل قلت راه أفضل نعمله رئاسية قبل مش ما نتيحوش في أزمتك من هكذا مش ما نتيحوش ولا شنو اللي صار؟ صار أن بسبب تغولها النهضة والترويكا من أبلي جنرال مو فرضت أن مش نعديه البرلمانية قبل الرئاسية على أساس فيت من تصوراتهم أن مش ننجحوا في التشريعية ومش يكون عندنا أغلبية مريحة لفضلنا ووقتها الرئاسية الرئاسة حاجة ثانوية وإحنا اللي مش نصور مش نرجع لكن الرئاسية أصبحت عندها الأهمية أكثر من التشريعية سلمة فلا تتبوا النص على أساس هذه الفرضية على فرضية معناها الأغلبية ترجع إلى حركة النهضة ورمالي ورزبوصة نبا مارشي إبيان النص قد مكتوب بي على فرضية واحدة على فرضية لم تنجز لم تتحقق كابا فان الكلمة ليك.